السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير يا مساء العافية على قلوبكم الطيبات، كيف الحال يا حلوات؟ يا رب تكونون بأفضل وأحسن حال إن شاء الله. بشارك معاكم يوم الجميل، وبالبداية يا حلوات لا تنسون اللايك والاشتراك إذا مشتركين في القناة، مشاهدة ممتعة إن شاء الله. طبعا اليوم السبت ما عندي شيء، فقلت خليني أجي مجمع لولو. طبعا هنا افطرت، وبعد ما افطرت ولله الحمد باخذ لي لفة على المجمع، بشوف الجديد والعروض. جيت هذا المحل بيبي زد، ما شاء الله تبارك الله عندهم عروض جدا جدا قوية. شوفوا معي وانتو بكرامة جمال هالجزمة، كذا لونها أزرق وفيها كذا جليتر مرة حلوة. وكمان هذه مرة حلوة مريحة، كذا جاية رمادي ومدخل معها لون وردي. بعد الخصم 199 ماركة سكيتشرز. وهذا الفستان ستايله كذا ريفي مرة حلو، بعد الخصم تقريبا سعره 69 ريال، وهذا كمان نفس السعر مرة حلو أنيق. شوفوا معي جمال وأناقة في هالشنطة مرة حلوة، بسعرها بعد الخصم 179 ريال، كذا جاية لونين بني فاتح على أخضر ومدخل معها بني غامق مرة تجنن. خاطري فيها بس مو مستعجلة، يمكن أحصل أحلى. وحجمها حلو، يعني مو صغير صغير ولا هو يعني كبير، يعني وسط. وشوفوا هذه اللبسات مرة حلوة، سعرها تقريبا 35 ريال، حلوة بيتوتية يعني وباردة. في منها كذا لون، كل لون أحلى من الثاني. وشوفوا بعد هذه القطع مرة تجنن، كذا يجي فستان قصير، وكمان هذا اللون الثاني جنن بعد، وسعرهم تقريبا 69 ريال، مرة حلوات وباردين وألوانهم حلوة. وكذا قماشهم يجي شوفون ومبطن. وشوفوا هذه المجموعة مرة تجنن، هذه صابون يدين بالكرز الياباني، وهذا كريم جسم، وفي بعد منهم شوارجل مرة ريحتها هادية وتجنن. وبعدها جيت للمجمع، مجمع لولو. طبعا أول ما أدخل أحب أمر على هذا القسم عشان أشوف التوفير، أحيانا يجيبون أشياء عليها عروض جامدة، وأحيانا في حاجات أستخدمها مثلا الفوط النسائية، الكريمات، أحيانا حتى يكون في صابون ملابس، منديل، في بعض الحاجيات مثلا أساكيد، أشياء ثانية تكون عليها عروض حلوة. فأول ما أدخل أحب أروح لدي الجهة وأشوف يمكن في حاجة أحتاجها. وشوفوا معي جمال وأناقة هالطقم، كذا يجي فرادي وانتو تطقمون على ذوقكم واحتياجكم. في زبديات حجمين، صحون حجمين، وفي بعد كمان اكواب حجمين، وفي كمان ابريق شاي، وفي هذه الزبدية حقت الشوربة مرة حلو ستايلها كذا ريفي. وهنا عاد القسم اللي ما نقدر نقاومه، انا عندي بصراحة حتى لو ما احتاج شيء اظل اتنح ساعة وانا اطالع في المشروبات. طبعا هنا لفيت كذا محل ما حصلت طبنج الا في اللولو، فاخذت لي واحد. وهنا شاي الوزة عن تجربة مرة لذيذ، بس المشكلة ما اشوف الباكيتات الصغيرة، دايما اشوف الباكيت الكبير، وانا ما احب اخذ الباكيت الكبير احس يطول. بعد ما خلص من مجمع اللولو جيت على كيفك، طبعا هم يكونون في نفس الطريق بس كل واحد في حدة. اخذت لي كم شغلة نقصتني هنا، برسيل على عبد جبار،
ثلاثة تقريبا لتر أو 4 لتر، ما متأكدة، 29 ريال و95. هذا لا، أخذت لي واحد لأني ما أستغنى عنه، وأخذت كمان هذا الغسول اللي قلت لكم عنه، سعره 18 ريال وشوي. وكمان أخذت معجون الأسنان، مخلص من عندي، شفت هذا على عقبة ب4 ريال وشوي، وأخذته مرة حلو، جربته الشهر اللي طاف كويس. أنا على الظهر جيت البيت وقلت بصلح الغداء، برياني ربيان. هنا جبت زبدية ونزلت فيها علبة زبادي كاملة، طبعا رجيت العلبة وصبيتها، وبعدها نزلت الروبيان وحطيت لا إله إلا الله محمد رسول الله، حطيت بهارات كاري، كمون، بابريكا، فلفل أسود، ملح، وحطيت 3 بصوم ثوم مبشورة وزنجبيل، خلطهم مع بعض، غطيت الزبدية وحطيتها في الثلاجة على الأقل نص ساعة أو ساعة. أيوة، وحطيت بعد كركم وخلطت المكونات بهذه الخفاقة الصغيرة، وبعدها نزلت الروبيان. وهنا على ما ياخذ الربيان وقتها سويت سلطة، مهمة عندي أنا السلطة، وما ننسى الليمون الحساوي. هنا نرجع لقدانا، في قدر على النار معلقة زيت زيتون ومعلقة زبدة، وأنزل عليها بصل شرايح وفلفل بارد طوالي، طبعا أحركها تحريك مستمر لمين يتغير لونها من اللون الذهبي إلى البني الفاتح. بعد ما تحمر البصل نزلت عليه خليط الربيان، أحرك لما أحس تغير لون الربيان. ما شاء الله تبارك الله، الريحة تجنن. وهنا على جنب عندي أرز أبيض مطبوخ 3/4 استوى، أنزله على الربيان وأحط على الوجه معلقة زبدة، نقط خفيفة من ملون الطعام. هنا عندي أحمر، أخضر، أصفر، وأسكر على القدر بقصدير وأخليه 10 دقايق تسفك. وهنا ما شاء الله تبارك الله بعد ما استوى مرة لذيذ، جربوه يا بنات بصحة وعافية، عليكم مقدما. بعد ما خلصت الغداء غسلت الأواني، نظفت المطبخ، ولازم أحلى فقرة، فقرة البخور. أول حاجة أحب أبخر بمستكة تسحب كل الروائح، وبعدها أبخر بالعود، لازم كذا رشة معطر، بصراحة معطرات فريدة عندي تفوز، ثابتة وروائحها قوية، وهذا النوع أحلى واحد بالنسبة لي. وهنا عاد فقرة العناية، الفقرة اللي كلنا نتفق على حبها، حطيت كل الحاجيات في السلة عشان تكون في مكان واحد وقريبة مني. أول حاجة شغلت لي شمعة عشان كذا تعطيني جو حلو ومريح. بتكلم معاكم عن كذا منتج استفدت منه وحبيت افيدكم فيه. شوفوا معاي هذا مقوي الاظافر مفالة، طبعا كل يعرف ان سعره مرتفع، انا بصراحة عندي مشكلة في الاظافر بسرعة تتكسر، استخدمت هذا السنة كاملة وبصراحة ما شفت من اي نتيجة، فانا استبدلت بمنتج اخر، استبدلت بزيت فيتامين اي. أحط كذا نقطتين في يدي مع لوشن اليدين، أي لوشن، ما في حاجة معينة، وأمررها على الأظافر واليدين كلها، ما شاء الله تبارك الله لاحظت فرق.
كذا أظافري صارت فيها لمعان وصارت أقوى، مع أني أنا مو دايما أستخدمه، يعني يمكن يوم إي يوم لا، أحيانا حتى في الأسبوع مرة، بس لاحظت نتيجة. كمان هذا المنتج لاصق تنظيف الأنف، هو حلو بس مو دايما يشيل الأشياء، فأنا أستخدمه وبعد ما أشيله أخذ هذا خيط الأسنان وأمرر فيه على الخشم على الخفيف، مو ضغط لأنه يعلم، على الخفيف بس، ويشيل الباقي من الرؤوس. مرة حلو ومعتمدة هذه الحركة صراحة. لصقات الخشم جربت الغالي جربت الرخيص، كلهم نفس الأداء، ما في شيء أحسن من شيء. وهنا سويت لي كوب قهوة وقطع كاكاو عشان يكتم روقاني. طبعا هذه قهوة 3 في 1، إذا تذكرون سويتها معكم قبل فترة، مرة لذيذة وطيبة، مو دسمة ولا هي ثقيلة. بحط لكم الرابط وجربوها يا بنات، مرة طيبة. وإلى هنا يا حلوات راح أنهي معاكم فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع حبايبكم وكومنت لطيف مثلكم، الله يسعدكم. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله، مع السلامة.